باب الطهارة، باب الإيمان، باب الوحي، باب إلى آخره يعني. فبيجمع كل الأحاديث من كل الصحابة الكرام التي وردت تحت هذا الباب أو تحت هذا الباب وتحت هذا الباب. فهناك مسند عائشة في المسانيد، في مسند الإمام أحمد وفي غيره ممن تبع طريقة المسانيد، وفي بقى اللي هو البخاري ومسلم أبواب الفقه، فجمعوا له واتفقوا الاثنين. ده من أقوى الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان البخاري ومسلم، ديت فيما يزيد عن 100 حديث. لما تحفظ ما يزيد أو تروي ما يزيد عن 2000 حديث على هذا النحو، وتعاين المشهد النبوي في التصرفات كلها، لا شك مع هذا القرب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفاصيل الحياة، لا شك أنه يتولد لدى السيدة عائشة الكثير الكثير من العلم، مع أنها ابنة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وسيدنا أبو بكر الصديق يأخذ بزمام العربية، اللغة العربية والأدب والشعر، يعني الأدوات التي تمكن من تفسير النص موجودة لديها ميراثا وتعليما وتعلما ومشاهدة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تربت في بيت النبوة، فعندها كل ونشأت في بيت النبوة وترعرعت في بيت النبوة. ولذلك حتى مع المقال الذي قالوه في حديث خذوا نصف هذا العلم عن هذه الحميراء، إلا أن المعنى في حد ذاته هو صحيح، لأنها حازت نصف العلم وربما أكثر من نصف العلم، وتتلمز على أيديها يعني من الصحابة الكرام سيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا ومن التابعين سيدنا جابر بن زيد وغيرهما بطبيعة الحال كثير، لكن هؤلاء أو هما الاثنان من أشهر من تعلم على يد السيدة عائشة رضي الله عنها. العجيب أنها الإمام الزركشي رضي الله عنه الشافعي، الزركشي ده عقلية جبارة، لما تقرأ له كتاب اسمه المنثور في القواعد، عقلية أصولية قاعدية كبيرة، وتقرأ له البحر المحيط، وبعدين يؤلف كتاب عن أم المؤمنين عائشة، عن الاستدراكات التي استدركتها أم المؤمنين على الصحابة، يعني الصحابي الفلاني بيرى كذا فبتستدرك عليه وتقول له لأن لي وجهة نظر تانية في هذا الذي تقوله، مستقاه من نور النبوة بطبيعة الحال، كلها حديث يعني. وهو يسمي كتابه الجواب فيما استدركته أم المؤمنين عائشة على الصحابة رضوان الله عليهم، فاستدركت على عمر بن الخطاب، واستدركت على عبد الله بن عمر، واستدركت على عبد الله بن عباس، وكل ذا جمعوا وغيرهم من الصحابة، كل ذا جمعوا الزركشي في أبواب، ما استدركته أم المؤمنين على أبي بكر الصديق، ما استدركته أم المؤمنين على عمر بن الخطاب، ما استدركته على أبي هريرة، ما استدركته على مثلا أم المؤمنين أم سلمة، وهكذا.